السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس الخامس من حساب مثلثات، التمثيل البياني للدوال المثلثية. بيعلمني يا باشمهندسين في الدرس ده أنا إزاي أرسم دالة الجيب وإزاي أرسم دالة جيب التمام. أول حاجة دالة الجيب. دالة الجيب بتترسم إزاي؟ قالك يا باشمهندس شكلها بيكون عامل زي الموجة كده، لازم تكون طالعة من نقطة الأصل. يبقى أول استفادة لازم تكون طالعة من نقطة الأصل. الدوران اللي فوق ده واللي زيه تحت، يعني اللي فوق مع اللي تحت، بنسمي دول دورة كاملة. يبقى لو دارت فوق لفة كده اسمها نص لفة، وتحت زيها نص لفة، يبقى كده دي اسمها دورة كاملة. يبقى كل ما ياخد قمة مع قاع كده اسمها دورة كاملة. فقالوا ان الدورة الكاملة بتاعتها بتكون 2 باي، بس بشرط لحد دلوقت ان يكون معامل السيتا 1. وكان أكبر قيمة ليها لما جينا نرسمها وأقل قيمة ليها لقناها عند الواحد وسالب 1. بنسمي ده يا شباب المدى، نواتج الصاد اللي عمالة تطلع محصورة ما بين سالب 1 و1. يبقى مدى دالة الجيب بنجيبه من الرقم اللي قدامها هنا، هي الجا قيمتها ما بين سالب 1 ل1. لو في هنا قدامها رقم انضرب فيه، يعني تخيل ان كان هنا 2، كنت هتبص تلاقي القيمة دي زادت من 2 لسالب 2. يبقى المدى بتاعي في السؤال ده من سالب 2 لل2 تبع قيمة الرقم اللي قدام جا. كويس، فعملوا يا باشمهندسين لها حلول عامة تقدر تجيب بيها مباشر المدى والدورة. ايه الحل العام ده؟ قال انت لو كان معاك دالة سيتا بتساوي ألف جا ب سيتا، قالوا المدى بتاعك، المدى من سالب ألف لألف، من سالب الرقم اللي قدام جا لموجب الرقم اللي قدام جا، والدورة بتاعتها اللي هي اللفة دي لو في مع السيتا رقم، قال لك الدورة قانونها الدورة الكاملة قانونها 2 باي على الرقم اللي قدام السيتا، الرقم اللي قدام زاوية حطه في مطلق عشان لو كانت الزاوية سالبة يطلع الناتج بالموجب. دي الحلول العامة بتاعتي. طب ورسمة الجتا نفسها بالضبط، بس الفرق ما بين الجا والجتا ان الجا صفر كانت بصفر، انما جتا لما اجي اعوض بالصفر بتطلع بواحد. فنبص نلاقي رسمتها جاية كده. فين يا باشمهندسين الدورة الكاملة بتاعتها؟ أنا كده خدت ربع لفة، هاخد كمان من هنا ربع لفة عشان أكمل للنص اللفة دي. يبقى الدورة الكاملة بتاعتها برضو عند 2 باي. شوف أنا كده خدت نص لفة كاملة، هنا كان ربع لفة، لازم تاخد كمان ربع لفة. وبالتالي المدى بتاعي كام؟ لو في هنا رقم يا أستاذ يبقى من الرقم لسالب الرقم ده، يعني لو كان هنا 11 يبقى من 11 لسالب 11، ده المدى. طب ما فيش حاجة يبقى من 1 لسالب 1، المدى بتاعي من سالب 1 ل1. تمام. القيمة العظمى كام؟ أكبر حاجة طلعت 1، القيمة الصغرى اللي هي القاع أقل حاجة سالب 1. كويس،
نفس القوانين دي في المدى وفي الدورة الكاملة نفسها. يعني دالة سيتا بتساوي ألف جتا به سيتا، قالوا المدى بتاعك بيكون من سالب ألف لألف، والدورة الكاملة بتكون من 2 باي لمطلق ب. نتدرب كده ونشوف أسئلة من غير الرسم بتيجي ازاي. إذا كان دالة سيتا بتساوي 2 جا 3 سيتا من غير ما ترسم، مداها كام؟ قلنا له يا أستاذ المدى بنروح على الجا الرقم اللي قدامها، يبقى من سالب 2 للاتنين تبع القانون اللي بيقول لو معاك دالة سيتا ألف جا به سيتا يبقى المدى من سالب ألف لألف مغلق. طب عايزين المجال. المجال يا أستاذ دالة قاعدة الجيب رسمتها ماشية كده بلا حدود، ماشية يا باشمهندسين بلا حدود، يبقى معنى كده إن مجالها ح. عايزين القيمة العظمى، القمة العظمى، أعلى قمة. كل دول يا أستاذ بيبقوا على خط واحد قصاد الاتنين، يبقى القيمة العظمى باتنين. ولو كان طلب مني القيمة الصغرى، القيمة الصغرى هتكون بالسالب اتنين. دورتها الكاملة ايه؟ كان لها قانون، قانون الدورة الكاملة كان بيساوي اتنين باي على مطلق ب، يبقى بتساوي اتنين في باي على مطلق اللي قدام سيتا، يبقى تلتين باي. تلتين باي اللي هي 120 درجة. يبقى لو حبينا من المعلومات دي نرسم شكل تقريبي هيكون شكله ازاي؟ قاعدة الجيب بتطلع من نقطة الأصل يا أستاذ، أقصى رقم بتوصل له كان الاتنين اللي هي القيمة العظمى، وبتنزل عند السالب اتنين. تمام، دورتها الكاملة جت عند 120 درجة اللي هي تلتين باي، يبقى نص الدورة فين؟ دي 120 يبقى نصها اللي هي 60 درجة اللي هي باي على 3. ده كده يا باشمهندس ازاي عملنا رسمة تقريبية ليها بسرعة. نتدرب كمان. اذا كان دالة سيتا بتساوي 3 جتا نص سيتا، مجالها ايه؟ ده دي يا استاذ دالة قاعدة جيب التمام بتبتدي من فوق من هنا وبتقعد ماشية بلا حدود، يبقى مجالها ح يا استاذ. مداها المدى الرقم اللي قدامهم. تمام، المدى يبقى من سالب 3 ل 3. القيمة العظمى، العظمى المدى يا استاذ كان من موجب 3 لسالب 3، يبقى القيمة العظمى 3، القيمة الصغرى سالب 3. دورتها الكاملة ايه؟ كان لها قانون، 2 باي على مطلق الرقم اللي قدام سيتا، يبقى دورتها الكاملة طلعت 4 باي. يبقى لو حبينا نرسم رسمة تقريبية ليها هتكون يا أستاذ جاية من عند التلاتة كده، دي كده دورتها الكاملة، آخرها هنا عند الأربعة باي. الأربعة باي دي اللي هي بسبعمية وعشرين درجة. لو قسمنا السبعمية وعشرين على الأربعة كل مرة ربع دورة هتساوي 180. يعني هنا باي، هنا 2 باي، هنا 3 باي، هنا 4 باي. طب يا أستاذ لو معايا مسألة وعاوز أرسمها، أرسمها إزاي بالتفصيل؟ لو معايا دالة سيتا بتساوي جا سيتا عاوز أرسمها، أرسمها إزاي؟ قال لك يا باشمهندس اعمل جدول فيه سيتا ودالة سيتا وعوض بأرقام. هعوض يا أستاذ بالصفر طلعت صفر، هعوض بباي على 6 اللي هي 30 درجة طلعت بنص، هعوض بال 45 درجة، 45 درجة اللي هي باي 4 طلعت بواحد على جذر 2،
عوض بباي على 3 اللي هي 60 درجة. لما عوض بالستين طلعت بجذر 3 على 2. بعد كده يا باشمهندس عوض بباي على 2 دي ب1. بعد كده عوض ب2 باي على 3. لما عوضنا ب2 باي على 3 طلعت بجذر 3 على 2. عوض بعد كده يا باشمهندس ب3 باي على 4 اللي هي 135 ب1 على جذر 2. عوض يا باشمهندس بعد كده مثلا بباي، لما عوضنا بباي طلعت ب0. روح حضرتك ارسم شبكة رقمها. انا خدت باي على 6، باي على 4، باي على 3، باي على 2، 2 باي على 3، 3 باي على 4، مفروض في 5 باي على 6، بعد كده باي. لما رسمنا يا أستاذ 0 ب0، باي على 6 بنص، 1 على جذر 2 تقريبا هنا، باي على 3 بجذر 3 على 2 ل1.7 على 2 فهت 8.5 تقريبا من 100، بعد كده ب1، بعد كده هتنهار تاني، هيجي نقط قصاد النقط اللي انا خدتها، وهكذا يا باشمهندسين. يبقى انا كده رسمت اول نص، النص اللي بعده هيكون زيه بالضبط. ده كده ازاي ترسمها بالتفصيل، ازاي اجيب له مدى المسألة دي. ما جابش عنها سيرة خالص في الكتاب يا استاذ، ولا حتى اداني قيمة ليها. قلت لك يا باشمهندس اولا لازم تعرف رسم الدي ايه. دي مقلوب الجتا، والجتا كانت رسمتها كده. القاضية بتاخد الاماكن دي كده، بتيجي تلمس هنا، بتيجي تلمس في الاماكن دي كده، دي رسمتها. ومن تحت نفس الطريقة بتلمس هنا كده. يعني معنى كده ايه يا استاذ؟ يعني معنى كده ان مداها، شفت دي نافعه في ايه؟ قول لا، القا نافعه في اي حاجه تانية غير اللي جت نافعه فيها. يعني دي لو كان من هنا 3 وهنا سالب 3، يبقى مدى دي كله ما عدا من سالب 3 ل 3. خلي بالك من المعلومه دي. نتيجه السؤال ده بايه؟ نتيجه السؤال ده سهل جدا يا استاذ. اولا الرقم اللي قدام جه هو بيكون الصادات القمه، يعني هنا كده الواحد وهنا السالب 1، يبقى دي مطلق 1، لان قيمه صاد هنا النقطه دي قيمه صاد اللي اسمها الف، الف دي ب1، وهنا الصادات اللي هي ب زائد مطلق سالب 1، يبقى 1 زائد 1 بتساوي 2. السؤال الأول فيه بيقول مدى الدالة د حيث دالة سيتا بتساوي جا سيتا. المدى يا أستاذ بتاع الجا كان من سالب 1 ل1، وبنضربه في الرقم اللي بيكون قدامها هنا، يعني لو كان هنا 3 يبقى من سالب 3 ل3. المهم هنا مفيش إلا 1، يبقى من سالب 1 ل1 مقفولين. إذا كان دالة سيتا بتساوي جتا 5 سيتا، برضو يا أستاذ الجتا قيمتها من سالب 1 ل1 علشان تجيب المدى. بنضرب في الرقم اللي قدامها مش رقم الزاوية، رقم الزاوية ده بنجيب منه الدورة. تمام، هيكون من كام لكام يا أستاذ المدى؟ من سالب 1 ل1، لأن الرقم اللي قدامهم هنا 1، يبقى الاختيار باء هو الصحيح. القيمة العظمى للدالة، حضرتك انت لو جيت تطلع المدى، ده من سالب 1 ل1 مضروب في 4، يبقى من سالب 4 ل4 ده المدى. اول رقم بيكون القيمة الصغرى، قيمة صغرى. الرقم الثاني بيكون القيمة العظمى. هو بيسألني دلوقتي بيقول القيمة العظمى بكام؟
قلت له باربعة. القيمة الصغرى للدالة عين، حيث عين سيتا بتساوي 5 داتا 7 سيتا. قلنا له يا أستاذ مداها أصلا من -5 ل5، والرقم الأول ده بيكون القيمة الصغرى، يبقى القيمة الصغرى -5. إذا كان دالة سيتا بتساوي 2 جا 4 سيتا، دالة دورية ودورتها تساوي، فاكر يا باشمهندس إن من هنا كنا بنجيب الدورة كان لها قانون، إيه قانونها؟ كنا بنسمي العدد اللي قدام سيتا باء، وكنا بنقول القانون 2π على باء، يعني 2π على الأربعة. اختصرنا على الاتنين، فهالاتنين طلعت باي على 2 موجودة، أيوة اللي هو الاختيار جيم. الشكل المقابل يمثل دورة واحدة لمنحنى دالة مثلثية، ص بتساوي دالة س، فإن قاعدتها إيه؟ ركز بقى يا باشمهندس، علشان تجيب القاعدة بتبص على حاجتين اتنين. أول حاجة العظمى والصغرى، العظمى والصغرى اللي هي اسمها المدى، اللي هو الرقم اللي بيبقى قدام الدالة، بنعرفه ازاي؟ دي كده اسمها القيمة العظمى، أعلى حاجة. دي القيمة الصغرى، أقل حاجة. ما بين كام وكام؟ 2 و-2. طب كنا بنجيبهم ازاي؟ ما هما اللي كانوا قدام الدالة، يعني ممكن يكون الاختيار ألف أو جيم، بقى غلط وده الغلط، تمام. تعال نجيب تاني حاجة الدورة. الدورة الكاملة بتاعتها هنا عند ايه؟ عند باي. طب والدورة الكاملة كانت بتساوي ايه؟ كنا بنقول 2π على باء، طلع هنا الدورة الكاملة، يعني كده نص اهو ونص كمان من تحت، دي اسمها دورة كاملة، طلع باي. تعال نطلع باء وسطين في طرفين، يبقى 2π على باي، كنسلنا باي مع باي، يبقى الباء ب2. يبقى لازم الرقم اللي قدام سيتا يكون 2، يبقى ده اللي طلع صح وده طلع خطأ، لان السين قدامها 1. الشكل المقابل يمثل منحنى دالة مثلثية ص بتساوي دالة س، فان قاعدة الدالة هي، جينا يا استاذ قلنا له بنبص على حاجتين، المدى اللي هو هنا نص المسافة ما بين الاتنين وصفر يعني 1، وهنا -1، تمام، يبقى بيكون قدامها 1، دول لا. تعال نبص على الدورة الكاملة، دي كده الدورة الكاملة، خد ربع ونص وربع، يبقى الدورة الكاملة جاية عند 2π، يبقى الدورة الكاملة اللي هي 2π على باء بتساوي 2π، لما أكون عايز أجيب الرقم اللي قدام سيتا. هنقسم يا أستاذ، يبقى الباء ب1، أو كله أصلا مفيش قدامه إلا 1، يبقى أنهي اختيار المضبوط؟ هي جا ولا جتا؟ قلنا له يا أستاذ اللي بيطلع من عند الواحد جتا 0، لو جربنا بالصفر جتا 0 ب1، يبقى دي قيمة جتا، يبقى الاختيار باء هو الصحيح. مسائل تقيس مستويات عليا من التفكير، بيقول إذا كانت 2 ناقص جا س على 3 بتساوي مين؟ مين دي تنتمي لإيه؟ قلنا له يا أستاذ حضرتك إحنا عارفين إن جا س دي بتنتمي للفترة من -1 ل1، طب ما نعوض مرة بال-1 ومرة بال1، لما هنحط جا س بتساوي -1، طلعت ب2 ناقص -1 يبقى -1/3، دي قيمة مين؟ يبقى الميم طلعت هنا بكام؟ الميم طلعت 3/3 فعل 1. طب ولو حطينا أكبر حاجة للجا 1، هيكون 2 ناقص 1/3، دي قيمة مين؟ اللي بتساوي 1/3، يبقى ميم دي قيمتها أكتر من أو تساوي، لأن الجا كانت مقفولة، تلت، وأقل من أو تساوي 1، ده الاختيار ألف. الدالة ص بتساوي جا باي على 4 زائد س، تبلغ أقصى قيمة، أكبر حاجة ليها الجا، أكبر حاجة ليها لما تكون ب1، يبقى جا باي 4 زائد س بتساوي 1. جا كامل اللي ب1، يبقى باي 4 زائد س
بتساوي 90 اللي هي بايع 2. تعال نعدي بايع 4 بإشارة مخالفة. بايع 2 ناقص بايع 4 بتساوي باي على 4. ده الاختيار ج. الدالة د د س بتساوي ج ب س، دالة دورية ودورتها 2 باي على 3. مش قانون الدورة، 2 باي على ب ب اللي هو الرقم اللي قدام س، قال ان هو بيساوي 2 باي على 3، يبقى معنى كده الباء بكام؟ ب 3 اللي هو الاختيار ج. اذا كان النقطتين دول على منحنى الدالة جتا س، فإن أكبر قيمة للمقدار، أكبر قيمة يا أستاذ لما يكون ناقص يبقى ديت أكبر حاجة وديت أقل حاجة. لما يكون مسألة ناقص وعايز لها أكبر قيمة يبقى تقول أكبر حاجة ناقص أقل حاجة. أكبر قيمة للجتا بواحد وأقل قيمة للجتا بسالب واحد، سالب في سالب بموجب، يبقى واحد زائد واحد باتنين اللي هو الاختيار باء. اذا كانت الدالة د حيث دالة س بتساوي الف جتا باء س، حيث الف اكتر من الصفر، ده رقم اكتر من الصفر، دالة دورية ودورتها بايع 2 ومدها من سالب واحد لواحد، فان الف عباء. قلنا لي يا استاذ اللي قدامها ده هو ده المدى، بيكون قيمته بواحد ماشي، لانه قال اكتر من الصفر يبقى الألف بواحد. الدورة بتكون 2 باي على باء، قال إن هي بباي على 2. لو عملنا وسطين في طرفين يبقى الباء بتساوي 2 باي في 2 على باي، ضربنا دي هنا بقت 2 باي في 2 وقسمنا عادي وجبنا الباء مكانها، باي راحت مع باي بقت الباء بأربعة. هو عاوز ألف عباء، ألف بواحد وباء بأربعة، يبقى الاختيار ده اللي هو الصحيح. إذا كان الشكل المقابل يوضح منحنى ص بتساوي ج س، هي مش دي اسمها القيمة العظمى؟ بتيجي منين؟ بتيجي من قدام السين يبقى بواحد. ودي اسمها القيمة الصغرى، بتيجي منين؟ بتيجي من قدام السين ماشي، يبقى قيمتها بكام؟ يبقى قيمتها بسالب واحد، في مطلق بيطلع واحد، واحد زائد واحد بتساوي 2 اللي هو الاختيار. اذا كان الشكل المقابل يوضح منحنى ص بتساوي 3 ج نص س، فان الاحداث السيني لنقطة ب يساوي، هو السينات بيكون عليها ايه؟ الدورة ولا بيكون عليها المدى؟ لا بيكون عليها الدورة. طب والدورة قانونها ايه؟ 2 باي على ب، باء دي اللي هو الرقم اللي قدام سين، يعني 2 باي على نص، يبقى الناتج 4 باي، يبقى هنا كده هيكون 4 باي اللي هو الاختيار د. اذا كان ص بيساوي ج س، فان باء ناقص الف تساوي ايه؟ حضرتك يا استاذ دي اسمها دورة كاملة، من عند صفر للباء دورة كاملة، نص فوق ونص تحت، والدورة الكاملة عند 2 باي، دي اسمها نص دورة، ونص الدورة بيكون عند الباي، يمة السالب يبقى دي سالب باي. هو عاوز بقى 2 باي ناقص الألف ناقص سالب باي، يبقى سالب في سالب بموجب، طلع كله 3 باي اللي هو الاختيار جيم.